نهضروا لكم اليوم على موضوع ديال النوم والتغذيه وعلاقته بالتغذيه. بزاف ديال الناس عندهم كلو كيعانوا مؤخرا من اضطرابات ديال النوم، وهاد الاضطرابات ديال النوم عندها اسباب اللي هي متعدده جدا، منها الاجهاد في العمل وكذلك التغذيه. اول حاجه قبل ما نهضروا على شنو هما العناصر الغذائيه اللي خصنا نركزوا عليها باش اننا نقدروا اننا ندوزوا ساعات النوم اللي هي صحيه وفوق في الوقت ديالها، اول حاجه شنو هو الهرمون المسؤول على النوم؟ الهرمون المسؤول على النوم هو الميلاتونين. هاد الميلاتونين شنو الدور ديالها؟ الدور ديالها هو انها كتقاد لنا وقتاش خصنا نعسو وقتاش خصنا نفيقو، يعني ما بين النعاس والفيق. هي شنو هي الساعه فاش كتفرز لينا؟ كتفرز لينا في 9 ديال الليل. اون فوا كيبدا يظلم الحال الميلاتونين كيبقى الدماغ كيستعد انه يفرز لنا هاد الهرمون هذا، كل ما مع التسعود كيف كيبدا الافراز ديالو غادي وكيطلع. داكشي حنا اين فوق توصل 9 ديال الليل كيبدا الشخص يحس براسو انه بدا كيعيا، ولا كيحس كيقول لك بدي عينيه كيتغمضوا في النعاس الى غير ذلك. علاش؟ لان هذيك هي الوقت ديالها فاش انها كتفرز. ولكن هذه هي الوقت ديالها فاش كتفرز هو انه في الليل، ولكن حنا نقدروا نبدلوها، نقدروا نبدلوا الافراز ديالها باش مثلا الشخص كيكون الوقت ديال النوم ديالو كيبدلها، كيبقى مثلا جالس في الضو كيتفرج في التلفازه، كيدوز واحد الوقت اللي هو طويل قدام التلفاز، دونك اوتوماتيكمون هاد الميلاتونين كتبقى الافراز ديالها كيكون بسيط كيقل. ثاني حاجه لي طابليت والتليفون اللي كنشوفوه بطريقه اللي هي مهمله جدا، حتى هي ما كتخليش هاد الميلاتونين انها تفرز بطريقه اللي هي صحيه. خصوصا بعض المرات كيكون الشخص كيدخل البيت ديالو كيقول طافي الضو كلشي، ولكن كيقول بلاتي نشوف غير واحد شويه ديال في التليفوني الى غير ذلك، كيلقى راسو انه ما ساكيش دو واحد ساعات طويله وكيطير ليه كاع النعاس. علاش؟ لان الميلاتونين كتفرز مع الظلام، ولكن حنا ملي كنديروا الهاتف ديالنا ولا الايباد الى غير ذلك كنعرضوا العين ديالنا للاشعه، سكيف بالنسبه للدماغ راه مازال كاين الضوء. داكشي علاش من الاحسن الشخص ملي كيبغي مثلا انه في الوقت ديال النعاس ديالو خصو يبتعد ما امكن على اي جهاز يقدر انه يمنع افراز ديال الميلاتونين. هذه بالنسبه للافراز ديالها. بالنسبه كذلك نقطه مهمه، وقتاش كتحبس لنا الميلاتونين؟ الميلاتونين كتبقى تفرز لنا الليل كامل حتى جوج ديال الليل فيغ 4 الصباح، فين كيوصل لو بيك ديالها الجهد ديالها، ابخي موراها كتهبط. علاش كتهبط؟ باش كيستعد الجسم انه يفيق في الصباح. داكشي علاش اهم ساعات ديال النوم كتكون ما بين 9 حتى 4 ديال الصباح، هذه اهم ساعات ديال النوم اللي كيكون الجسم فيها مرتاح وكيفرز الهرمون بطريقه اللي هي صحيه، وحتى الجسم ديال الشخص كيكون مرتاح. اذا حتى الهرمونات الافراز ديال الهرمونات اللي عندها علاقه مع التغذيه كتفرز بطريقه اللي هي صحيه واللي وسليمه. داكشي علاش مثلا في التغذيه شنو كنركزوا لهاد الناس باش انهم ياكلوا زعما يكون عندهم ساعات النوم ولا الوقت ديال النوم تكون عندهم بطريقه اللي هي صحيه جدا. اول حاجه الابتعاد عن تناول كل ما هو سكريات سريعه ولا ولا دي غوبا اللي كيكونوا مدمنين بزاف وفيهم كميات كثيره من السكريات والدهون. علاش؟ لان كل ما كناكلوا غذاء غني بالسكريات ولا الدهون كنطلبوا من البنكرياس انه يفرز لنا الانسولين، والشخص كياكل وكيمشي كينعس. هنا شنو كيدير الانسولين؟ كيتفرز بكميات اللي هي مهوله، خصو يقاد لينا السكر، حيت اوتوماتيكمون اون فوا كناكلو شي حاجه فيها السكريات الانسولين كيتفرز لينا. ملي كيتفرز الانسولين كيحاول داك الوقت اللي كيكون الشخص ناعس وهو الانسولين كتحاول تقاد السكر، كدير بحال واحد لو ستريس غليسيميك. وملي كدير هاد لو ستريس غليسيميك شنو كيوقع؟ الجسم كيفرز الكورتيزول ولا الادرينالين، يعني يقدر الشخص انه ما ينعسش مزيان ولا كاع ما يطير له النعاس، ما يقدرش ينعس. حيت علاش؟ هذيك الادرينالين والكورتيزول تفرز، يعني سو سون دي هرمون دو ستريس اللي كيمنعوا الشخص انه ينعس، حيت حنا ملي كنعسو خصنا نرتاحو ما خصناش نستريساو. هذه نقطه. كذلك كنمنعوا الشخص انه ياكل وجبه العشاء وينعس مباشره، هذا خطا كبير، لانه ملي كناكلو وكنعسو مباشره المعده ديالنا كتكون عامره، ومازال ملي كتكون عامره كنعسو، يعني ما يمكنش يتم العملية الهضم تتم بطريقة اللي هي صحية واللي هي سليمة، سكيف كيبقى ليه داكشي في المعدة كتعمر له ما كيقدرش الشخص ينعس، يعني يقدر أنه بدا يشخر، يقدر أنه يدير دي كوشمار في الليل لأنه عندها علاقة وطيدة مع الدماغ، وكذلك يقدر الشخص أنه كاع يقدر يفيق في نص الليل ما يقدرش يديه النعاس. هذه نقطة. ثالث نقطة هو أننا النوع الغذاء اللي غادي نختاروا. النوع الغذاء اللي خصنا نختاروا خصنا ناخذوا زعما الغذاء اللي كيكون فيه سكريات اللي هي بطيئة الهضم، بحال مثلا البلبولة، بحال مثلا اللي يدير السوب ديال الخرطال، يقدر مثلا أنه يدير شوربة العدس، يقدر الشخص أنه مثلا كذلك ياخذ لنا شي شوربة تكون فيها مثلا الكرافاس، المعدنوس، كذلك كتساعد أن الشخص يفرز لنا هذه المادة هي التريبتوفان اللي هي صحية جدا كتساعد على النوم. يقدر كذلك الشخص انه ياخذ لنا واحد النوع ديال الغذاء مثلا اللي كيكون غني بالفيتامين بي 3، الفيتامين بي 6، الفيتامين بي 9، وكذلك المغنيسيوم والزنك. فين كنلقاو هاد العناصر الغذائيه؟ كنلقاوها مثلا في الاسماك،
كنلقاوها في اللوز والكركاع، هاد الفواكه الجافه كنلقاوها كذلك. مثلا انا الشخص يقدر ياخذ لنا مثلا الباربه، كتجيب لنا واحد الكميه مهمه من فيتامين بي 9. بالنسبه مثلا الفيتامين بي 9 مثلا الكبد، الدجاج الابيض هو نقدروا اننا ناخذوه في الليل، غير ما يكونش مثلا بدي صوص اللي هما يكونوا غنيين بالدهون، مثلا دي بروشيت اللي هكا مشويين مع شي شوربه الخضار، ونقدروا فقط ناخذوا هي شوربه الخضار مثلا ونديروا فيها كميات كبيره مثلا من الكرفس والمعدنوس، راه الشخص يدوز واحد ساعات النوم اللي هي جميله جدا وطريقه اللي هي صحيه. اضافه ان الشخص يقدر ياخذ لنا بعض الاعشاب كذلك تساعد على النوم، مثلا بحال لويزا. لويزا مثلا الشخص مثلا غادي ينعس واحد الساعه مثلا 9، ياخذها مع ديك 8 ياخذ لنا ديك اللويزا، كتساعد على ان الشخص كتساعد على الارتخاء. يقدر الشخص مثلا ياخذ زيزافون، يقدر ياخذ الشخص كذلك سميتها الغومارا، يقدر ياخذ الشخص مثلا راس الحانوت، واحد شويه راس الحانوت يقدر يديرو كذلك في مثلا اللي غيشرب مثلا حريره ولا شي حاجه يدير واحد شي شويه راس الحانوت، حتى هو كيساعد لنا على الارتخاء. يقدر ياخذ لا كامومي حتى هي كتساعد، الخزامه حتى هي من بين الاعشاب اللي يقدر الشخص انه يستعملها في حاله الا كان بغى مثلا يدوز واحد ساعه النوم اللي هي جيده. دونك وكما قلنا وجبات العشاء دائما كتكون ساعتين حتى ثلاث سوايع قبل ما كننعسوا، باش ديك نخليو على الاقل ديك وجبه العشاء واحد الوقت اللي هو صحي، واحد الوقت اللي هو جيد انه على الاقل الشخص يهضم قبل ما ينعس. وثالث حاجه اللي هي مهمه جدا هو ان الشخص يبعد اي حاجه تقدر تلهيه مثلا بحال التلفازه ولي طابليت والتليفون. دونك هادو الا دار غير هاد التزم بهاد الثلاثه ديال القواعد ان شاء الله غادي يدوز واحد ساعه النوم اللي هي صحيه جدا ويرتاح الجسم ديالو. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.